طقس سبت العازر وعيد أحد الشعنين بيعتبروا من أهم طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وده لأن هم بيعتبروا بداية أسبوع الآلام. في فترة من الفترات كان سبت العازر بيعتبر هو بداية أسبوع الآلام، وفي فترة تانية كان أحد الشعنين هو بداية أسبوع الآلام. بحسب الطقس الحالي أحد الشعنين هو بداية أسبوع الآلام، وسبت العازر بيعتبر فصح للصوم الكبير. ما بين الطقسين هنلاقي فيه نغمات جميلة وكتيرة ومتنوعة جدا في الطقسين دول. فمثلا هنلاقي ان سبت العازر بيتقال بالطقس السنوي، وهنسمع في يوم احد الشعانين اللحن الشعانيني والنغمة الفريحي، وفي الاخر في التجنيز العام اللي بيتقال باللحن الحزيني. الإصدار ده عبارة عن 447 دقيقة كلهم ألحان وشرح طقوس، يعني 8 ساعات إلا ربع، عبارة عن 68 تراك ألحان بصوت خورس تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، و12 تراك بصوت المعلم ميخائيل كمصادر، يعني بصوت المعلم ميخائيل وتلاميذه وشرح طقوس. كل الكلام ده موجود على سي دي واحد MP3 عشان يبقى في مقدور كل الناس ان هي تشتريه. هذه السي دي فيها الحان سبت العازر واحد الشعانين وبعض الطقوس الخاصة بها بصوت الشماس المبارك البير جمال وخرس الشمامسة بكندا. نشكرهم على هذا المجهود ونرجو له الانتشار بين شمامساتنا وشبابنا، حفاظا على تراثنا المبارك.
الشعب كله بيهتم بعيد أحد الشعنين، وده واضح جدا بعدد الناس اللي بتحضر القداس. لكن المهم بقى ان احنا نبتدي نفهم طقس العيد ونبتدي نتعلم ألحانه علشان الاستفادة تبقى كاملة. من المميزات المهمة قوي في عيد أحد الشعنين ان في ألحان كتيرة بسيطة وسهلة ممكن أي حد في الشعب ان هو يستفيد منها ويحفظها ويمارسها، وفي برضو ألحان متوسطة وفي ألحان صعبة وطويلة وفي ألحان نادرة هواة الألحان يحبوا إن هم يحفظوها. كل الألحان دهيت متسجلة في الإصدار ده. Tabit. Wait. Again, can you repeat that? بصدور الطقس ده يبقى كده خلصنا كل مجموعة أسبوع الألام. هراجعها معاكم: طقس سبت العذر، طقس أحد الشعنين، طقس أسبوع الألام من يوم الاثنين للجمعة العظيمة، وآخر حاجة طقس سبت النور. أنا بشجع الكل، كهنة وشمامسة وعلمانيين، إن هم يقتنوا المجموعة دهيت، لأن هي بتمثل قلب عقيدة وطقوس وألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. في الطريق فرشوا قمصاً ومن الشجر قطعوا أغصان وهم يصيحون بالألحان أوصانا ابشري. Yeah.